السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد لعبة من بالنسبة من كاميرش. اليوم بنلعب أمبر لوناريان وأود. طبعا هذه الميداليات تقدري تمشي الحال من هذا. وهذه ميدالية أوتا ملخبطة كل ما أشتاك كان دفاع آخر مشوش وهذه تابعت وكذا نقول بسم الله أنا بركة الله. والله لو اللي معهم يفجع ما يستر. من هو هذا المكان اللي عنده؟ انا احبك انسى السبان يلا يا فريقي فليزي فليزي يا فريقي سووا شيء قول على سووا شيء حياتكم البائسي تكفون تكفون يا أهل الهوى تكفون برا برا يا أستاذ مزعج هذا لو مزعج يا رسل اقسم بايات الله اني اكره وش ذا الحظ هذا حظ معقول هذا الحظ معقول واحد بس معقول الحظ السيء هذا بس واحد بس ديكا الحظ السيء هذا ما نزح على قبيلك ولكن يلا الحمد لله ديكا السيو دانا انا كنت خايف من لو حقهم طلع اكيد فوق لا بس شوف العداد 7807 وبالقوه فز والله حياتي معقده احسها هارد موت يلا نخلص السكه اللي بعده أتوقع المدافع اللي معنا راح يكون والمدافع اللي معنا راح يلعب دوره بكل احترافية
يلا شوف ما راح يكون رانك 1 جير 5 ولا رانك 2 حتى لو هلا مكروه هذي نعم مكروه أغيظا صعد أنا واحد ثاني الله عيب عيب يا شيخ تصرفون فيه خصمي أبلع 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 في عارف انه تحت الرابع يلا يا كري فريق صح فريق مؤدب يعني اهم شيء يكون مؤدب ومحترم وذو خلق يجيني فريق راقد كلهم متبطحين يبغون يفوزون Good game. أتمنى ذلك. أتمنى ذلك. يا أخي ما بسابك بس فارق عني. أمشي جيرد ترجع. جيرد ترجع. يلا. قلنا لك يلا. يا رجال يبقى معذر. طيب مت يا أخي خلاص معك ذرة مت هي نفسها ترى أروح أبهاوش كينج الحولة هذه يلا بس يا رجال انت وين ها انت قد تزويد جو شين لندا برا
يا مسكين انخرس برا برا. طبعا هيت ما تحمون العلم انتم، ما فيكم فايدة. انا اتمنى اكون فريقي صاحي. يا اخي شرد شرد الزلابة شرد. احد يذبح الفيروس هذا. اول ما تمسكه في مكان شرد روح المكان الثاني. يهب عليك الله اكبر يا المجرم. احبي العلم تعال عندي تعال والله لداويك. اوه سانسي راكنا تاخذ جمع فك لحيك ذاني مرة تبطل انت يا اونوري برا خلاص سأمنع منك. صار بس راضي انا ابروح الكينج. جميل جدا جودو جيمي والله ما قصر ما قصر. وهذه احلى لايك لعيونك طال قدرهم. فريق صاحي الله يا رب لا اله الا الله. شوف كسب حسنات هذا اللي اسمه اذكر الله. ها كسبه امتك كيف البيت بدل ذاك اللي يسمي نفسه عمك فلا عمك فلنت. لا يا شيخ عمك فلا الله يا اخي تحسها ورعه تبلك اسم زي الناس اسم صاحي ولا اسمك ولا هي حقيقي. عمك فلا عمي فلا مرة يا شيخ والله سلم والله سلم سلم البغيض هذا سلم. خل واحد ياخذ العلم بسرعة. كفو كفو يا لوفي كفو. قاد ذا تريجر قاد ذا تريجر. كل ما يستهجم جاء واحد خرب الهجمة حقتي. نحمل على ونكتفي بهذا. برا يا شيخ سلف يا بطل انقذها. واحد عطاها برفكت دج مجاني شوي ذكية هذه بالله ذكية انتي بني في مين. طيب ما في مشكلة والله لا ذبحتي للحين للحين تموتي. ابشري ابشري جيجانتس كمان يا بغابة. والله كلتها كلتها عزام وقعت في فخها البغيض هذا. ابلع يا سلام وانت وقعت صدمة الفخ. يا اخي اخبط وراك يا ابلع راح يا وش فخر الدنيا يا البلاد يا ناس. هذه مشكلة البلاء. شوف البلاء هذه داء داء البلاء داء. برا يا شيخ برا انت ويا ما داني المزعجين مزعجين. انا ما داني اي واحد يزعجني بقى العن شكله. اي واحد يزعجني انا بقى بهذله.
بحمل العلم يا أم خير يش بس ليش كمان تعال يا كمان الله good the game أبلع لايك على طول يالله يا رب فريق صاحي فريق صاحي يالله شانكس الحين يجي يطلق سلاح الرئيسي طالع الخبيث شانكس معروف يا شانكس معروف بالبغاضة حكتك ما تبطلها سأجعلكم تقعون في الفخ الله يخارجنا والله انها مشكلة السالفة فيها انا والله فيها انا السالفة حاولت لكن ما قدرت كل ما تسوي سلاح مت ما تدري وش المشكلة ورع انا ماني فاهم انصرع الحين تنصرع عرفت انه بيهجم علي ذا كوموري برا يا شانكس يا ليل هم دم اول ما جاء هذا ختل طيب ما في مشكلة ما في مشكلة سأقتلكم جميعا فرد والله والله سلم هذا وش بدا وقف هنا ولا يتحرك وصل النت عندي شكل يبعدوا عن العلم حبي بس برا ان شاء الله لوفي انت ميت ترى لو بيخلوني اجلده تكون فكرة جميلة خلوني أذبح خلوني أنهي عليه خلوني أنهي عليه برا يا خلوني أجلده يا أخي والله شوية حياة أزرق وعدي هاوش فيه يلي برا يا لوفي خلاص مبسوط يلا خده خد العلم استوكل برا يا شيخ برا يا مزعج انفكتد يخسك برا يا قبل جود جيم جود جيم كباتن محترفين لله يدربكم منع اعطي اليوم البطل مينغ لازم ندلعك اوكف وهوكف يستحق يلا يا رب يلا يا كريم هذه المباراة زفت معطي لهم كينج 4 نجوم الحين يجيني الدلخ ماشي ملي طالعة يلا بسرعة تعال تعال بابلع ترايك ترايك المكروه برا وش رايك تعال انت يا مزعج
استفدت حظ. هوي على طول هوي. أكروه طعمي شعر يعني جاء الدعسك أكروه يا رجل طلع. يا أخي سويت بيرفكت داتش والله يا رب إني دائما أسوي بيرفكت داتش بس ما تحسب ما أدري وش المانع متى بتحسب لي بيرفكت داتش متى بيرفكت داتش ما تحسب إلا المتخلفين هذا تحسب لهم. طب وأنا ها على طول جاني كينج شو استنى الحياة متحاملة علي يلا يا كينج العلة برا عشان اللقافة تبطلها مكروه. طيب ضربات يعني ما تحسب يعني كل ما جيت في مكان ألقى قدامي جيا فيفسو إيش الحياة معقولة يعني. معقولة ما يمكن يعني يكون منا يعني محبوب الشعب ما يمكن أكون فينك البغي بقلع يا زبالة انقلع خمسة برا برا يا مسك هيا خسروا العلامة خسروها بالله خسروها تبا لكم هذا العلم بالقوة فزنا تلقاهم 4000 سكورتهم 3 بس كذا عباط يفوزون عباط يلا نبدأ الآن سكة جديدة وإن شاء الله لعاب معهم عقول يفكرون بها أهم شيء اللاعب يكون معه عقل مع عقل مصحصح مفتح يعني شي كوين يبخش شف طيب البرفكت دجيات حقتي يا ناس حرام اخيرا حسبوا لي برفكت دج الف مبروك ابلع شراية انا كيفتك انا عارف برا يا مكروه ما احب المكروهين لوفي تعال طيب ضربتي ما نعطيها هم طايح انا على الارض كم سري وش اللي كم سري كذا بالمشعب كم سري الله اول مره اشوف كم سري بالمشعب كم سري تصيب بالقوم طايح واقف ميت حي الله اذبحه كفل بالكريم برا يا كم سري برا ما نسيتك يا البغيض اخذ العلم مكروه بيرفكت دج حقتي راح تفارس اعطوهم تزويد
مشكلة مشكلة مشكلة، تحس إن الدنيا ما أدري كيف جاية غريبة. عجيب الحين يعطي برفقدات، لا تعطي تكفى. برا برا يا مكروه. برا يا مكروه. بدعسك تاع كيس. الا هي خسه الله بيرفكت دج حقتي. طيب يا ناس كفو كفو كفو. شنب شنب المطاني خلي زي كده يمسك الدفاع الصح. كفو يستاهل الله. يلا يا لوفي يلا يا لوفي، احلى فريسه فريسه رائع. بس اتمنى من فريق انه ما يعطيه بالفكتجات عشان ادلع لوفي. انا احب ادلع. اشرد اشرد يا لوفي اشرد دم. حسن حسن يبدو انني ساب. يا اخي بيرفكت داتش ترى والله هذه بيرفكت داتش والله. مشكله مشكله بيرفكت داتش يسويها ما يعتبرونها ما تعتبر. ما مشكله مشكله. النت اللي عندي نت اسطوري يعني يعتبر. طبعا لا تصدقون اقصد اسطوري بالعكس يعني. جاء ان حد يصدق الكلام اللي يقول. برا برا يا لوفي الكريه. برا الله فعل القبيح هذي انا ما داني. برا هذا ضربي ما يحس. معقول ممنوع ممنوع تروح للزبالة ممنوع. ليش تروح تنحول؟ ما تستحي ان تنحول. بسرعة خذ العلم يعني. برا قلنا لك برا برا بطل القافة لي. جلد دعسهم دعسهم. لا ترحم ترحم الأشكال هذه يعني. في آخر شيء فوزوا. لازم نحمي العلم لازم نقعد العيد. ابلع يا لوفي ابلع تكفى نفداك. اقول لك برا افهم افهم يا تيس. برا Good game. أبدعت أبدعت البيج ماما أبدعت. وكذا يكون انتهى مقطعنا لهذا اليوم. أتمنى يكون عجبكم. لا
تنسون اللايك والإعجاب والاشتراك والأمور الطيبة هذه، وبرضه يعني اعذرونا على اللخبطة في الصوت. في بداية التسجيل كان الصوت مو واضح، في نهاية صار واضح بزيادة. المرة الجاية راح أحرص يعني لأضبط الصوت قبل التسجيل. والسلام عليكم.